منورنا ومشرفنا النهارده نجم كبير ومن افضل لعيبه الدوري، مش السنه دي بس، لا على مدار سنوات كتيره، محمد حسن نجم نادي الاسماعيلي ونجم نادي الاهلي والزمالك السابق. مشرفنا منورنا في يلا كوره يا محمد. حبيبي عبد الرحمن، انا متشرف ان انا موجود معاكم بصراحه. عايز ابدا معاك بقى، يعني بص سخنين بالسؤال اللي هو اللي مصر كلها بتساله، الكوره جت في ايدك ولا لا؟ بص هو يعني انا عايز اسال سؤال، هل لو قلت مثلا ان هي، انا اللي اسال هنا، لا ما انا برضه حق اسال برضه، انا هل لو انا قلت لك مثلا ان هي ما جاتش في ايدي هتحسب لي الماتش تعادل؟ لا الماتش خلص، الماتش والدوري كله خلص، الاهلي كسب الماتش والاهلي خد الدوري والدوري خلص، فايه تاني الاجابه عليه؟ مش مهمه، بس فيعني بلاش نركز في الحاجات اللي جت في ايدك ولا ما جاتش. مش هقول لك. انت شايفها ايه؟ عشان انت شفتها ايه؟ عملت اثاره للجدل ساعتها في مصر كلها. انت شفتها؟ طلعت لك تصريحات في الاول الكره جت في ايدي، وبعد كده نفي على السوشيال ميديا الكره ما جتش في ايدي. انا عايز اعرف ليه اصلا حصل اثاره للجدل. انت اللي تقول لي. انا بسال، المباراه حصل فيها حدث، الحكم قرر قرار معين، وكده كده بنحترم قرار الحكم وخلاص المباراه خلصت، ليه يحصل جدل بعد؟ هقول لك ليه. ما احتفلتش حلو، وكان رد فعلك هادي خالص، ان لو الكره في الطبيعي جون وما جاتش في ايدك كان زمانك لفيت الملعب 7 مرات. طب اقول لك على حاجه، انا في ماتش الزمالك والاسماعيلي في استاد القاهره السيزون اللي خلص، انا في كورنر اول جون لينا، حلو، مش انا اللي حطيتها، حلو، فتوح كان مشترك معايا وخبطت في فتوح ودخلت، بس انا كنت مشترك في الكوره ساعتها، ما احتفلتش مع ان الكوره دخلت جون، فالمفروض ان انا جبت جون احتفل، بس انا في كوره الجون الاهلي ان مدبولي شايت الكوره فهي خبطت فيها ودخلت، فمش انا مثلا اللي تعبان في الجون. خبطت فين بقى؟ انت فاهمني، بس فحسيت ان انا ما عملتش مجهود في الجون، ايا كان بقى الكره جت فين بالظبط، فما فرقتش الفرحه اللي هي. لا بس انت ليك ظروف خاصه، لو في الماتش ده في الطبيعه والظروف دي هنقولها وهنعرفها للناس القصه كلها كنت هتحتفل. مالهاش علاقه. مالهاش علاقه. يعني هي خبطت فيك ودخلت؟ خبطت فيها ودخلت بقى. فين انت عايزها؟ في ايدي براحتك، عايزها في رجلي براحتك. يعني السؤال ده مصر كلها انا كنت مع مصر كلها سالته عليه واحنا في الساحل. مصر كلها. اه ده حقيقه. صح ولا لا؟ يعني انا كنت مع عبد الرحمن في الساحل، فعالجيت اي على الكارته من على الطريق جت في ايدك ولا ما جتش؟ والفشار. والفشار. قال لي هديك فشار بس تقول لك انت خلي ما جاتش. بس فلا خلاص الدوري خلص والموقف نفسه خلص، فخلاص هي صارت. بس كده ننزل لك تصريحات ان الكرة جت في ايدك على لسانك؟ لا بعد البرامج وبعدين انت طلعت نفيت ده كله. انا وهو المفروض كان صديق، ولما اتكلم معايا يعني بحترم الكلام معايا، بس انا شرحت له الكيس كلها والكوره تفاصيل الكوره كلها، فانا اتفاجئت ان اللي متاخد محمد حسن يعترف الكره جت في ايدي. ده اعتراف رسمي؟ لا هو اللي بنزل كده، فاتضايقت لان صيغه الكلام وطريقه الكلام معاه ما كانتش كده، وانت المفروض صحفي فالامانه تقتضي ان انت اي كلمه تنزلها هي من غير تزود حاجه ولا تنقص حاجه، فاتضايقت جدا فنزلت تكذيب لان انا ما قلتش الكلام ده، بس ما كانش ده كلامي معاه خالص. يعني نقفل بقى القصه دي ان احنا هنجيلها في اللعبه، فعايزين نقفل القصه. انا مش مقلق غير من اللعبه بتاعتك ده. لايت لايت انت بقى واحساسك. انت ما بتعملش حاجه لايت يا بودي، انت واحساسك. ماشي. عايز بقى اتكلم معاك عن الاسماعيلي ده. هبدا كلامنا بالاسماعيلي، احنا فتره انتقالات. تمام. هتكمل في الاسماعيلي؟ اه مكمل ان شاء الله. مكمل ان شاء الله. يعني مستمر معاهم الموسم الجديد، عارف ان انت عندك عروض وعروض قويه من انديه جماهيريه كمان وانديه شركات، بس انا عارف كده ان انت بتبقى دايما ميال لحته معينه في الاسماعيليه والاسماعيلي. بص متعه الكوره في الجمهور، من سوء حظنا احنا كجيل ان احنا لعبنا في فتره ما فيش جمهور في المدرجات، فلذلك هتلاقي ده مأثر علينا حتى قبل كده في البطولات القاريه ومع المنتخب، ان انت لما بتحط ضغوط بتلاقي الاحساس انت ما جربتوش، فممكن يأثر على ادائك بشكل معين. لكن لما رحت انا الاسماعيلي انا لقيت الناس بتعشق الكوره بطريقه ما تقدرش توصفها، بيحبوا هم 24 ساعه ما وراهمش كلام غير عن الكوره، فلقيت فيهم حب للكوره. فالاسماعيلي نتائجه وحشه
وحشه مش احسن حاجه، تلاقي وراه يعني ورا فرقتهم في كل حته وبيشجعوا، تدخل الاستاد مشغلين السمسميه وبرقصوا عليها، في شويه اجواء كده انا شفتها في اسماعيليه حببتني في المكان هناك. عشان كده لما رحت الاعاره 6 شهور الاولانيين كان لسه اول مره ليا ان انا ادخل النادي الاسماعيلي، وخصوصا بعد المشاكل اللي انا بسمعها عنه والكلام ده كله. فكنت داخل وبصراحه ما اكذبش عليك كنت قلقان شويه ان الجو ما يساعدنيش، ولكن رغم ان ما كانش برضو الدنيا كانت الدنيا مستقره نوعا ما، بس عايز اقول لك ان ما كانش الفلوس ولا الماده ولا اي حاجه هي اللي كانت لها تاثير في ان انا ابقى اظهر معاهم بشكل كويس خالص، لا بالعكس، الحاله اللي عاملها الجمهور وحبهم للكوره وان انت عايز تبسطهم عشان يعني لما تشوفهم مبسوطين في المدرجات وفي الشارع دي حاجه بتبسطك كلاعب كوره، هو ده اللي كان بيساعد الواحد وده اللي كان محمس الواحد. فبالتالي الجو اللعب في اسماعيليه مختلف تماما عن اي مكان يعني. بس هل الفتره الاولى شجعتك ان انت تنضم ليهم نهائي بعد انتهاء اعارتك؟ دي حقيقه، وده اللي خلاني اتمسك بان انا اروح النادي الاسماعيلي، وخصوصا كمان ان انا كنت في نادي محترم طبعا، نادي سيراميكا كليوباترا، اداره محترمه جدا جدا، ناس ملتزمين جدا وعلى درجه عاليه من الاحترافيه، ولكن انا حسيت ان انا حته ان انت تلعب في نادي جماهيري بيبقى لها طعم تاني ولها دوافع تانيه، لما حتى لما تكون خسران وتلاقي الجمهور متضايق منك واوقات بيشتمك وبتاع، الموضوع ده ما بيضايقنيش خالص، بالعكس ده بيحفزني ان انا الناس دي لا الماتش اللي جاي انا لازم افرحهم لازم ابسطهم، وكون ان انت تبقى مؤثر في فرح وسعاده حد دي حاجه كويسه جدا. فبالتالي كان عندي تمسك شديد ان انا اروح لهم بعد فتره الاعاره، وفضلت متمسك في السنه الاولانيه. ساعتها كان الكابتن هيثم شعبان قعد معايا وقال لي انا محتاج معايا السيزون ده وممكن السيزون اللي جاي لو ليك رغبه تخرج مفيش مشكله وبتاع، فاستنيت السيزون مع سيراميكا كليوباترا، وبعد كده قلت لهم خلاص انا عايز اروح النادي الاسماعيلي. كان كله يقول لي يا ابن النادي مليان مشاكل ماديه وفي صراعات وفي وفي وفي، قال لهم يا جماعه انا في حاجه شداك شداني هناك انا بحبها. ما انا لسه بقى هجي لك للجزئيه دي، ودي يمكن دي الجزئيه الاهم، ان انا لما بكلم واحد انت رايح النادي حبا في النادي وجماهير النادي رغم العروض اللي كانت عندك، ولكن انت بتقول انا ما كنت اسمع الازمات وما خفتش ورحت كان عندي تحدي، ايه سبب الازمات وليه دايما الاسماعيلي رغم امتلاكه قايمه على اعلى مستوى من اللاعبين دايما بنشوفه بينافس على المراكز الاخيره من الدوري؟ هي المشكله في لما رحت وشفت الدنيا هناك ان في بص في ثلاث انواع، في ناس عايزه تساعد النادي بس مش فاهمه فبتساعده غلط، في ناس لها مصلحه شخصيه فبتفضل مصلحتها على مصلحه النادي، وفي ناس فعلا بتحب بالنادي او عايزه تساعده بس ما عندهاش الامكانيه اللي هي تساعد النادي. فانا قابلت كل ده هناك، كل ده هناك بقى اللي محشور في وسطهم هو النادي الاسماعيلي. يعني النادي هنا مشكلته اشخاص ولا ماديات؟ مشكلته اداره. انا بالنسبه لي ان الاداره دي دراسه، الاداره دي اوكي انا ممكن يكون معايا ملاءه ماليه كويسه ان انا اصرف على النادي، بس هصرف ازاي؟ كيفيه صرف الفلوس دي هتبقى ازاي؟ هل هصرفها على فريق كره بس؟ هل هصرفها على فريق؟ اصل في العاب تانية في النادي الاسماعيلي وفي العاب للاسف قفلت بسبب ان مفيش موارد ماديه كويسه للنادي. فبالتالي انا مشكلتي اللي قابلتها في النادي هي مشكله اداره. ده يخليني اقول لك ان برده مشكله الاداره، بس انتوا كلاعيبه كبيره موجودين وانت من اللعيبه القديمه جوه النادي، بتكلم على مستوى اللعيبه اللي جت على مدار اخر سنه ولا اخر ست شهور، ما لميتوش نفسكم ليه؟ انتوا كلكم واخدين بطولات، كلكم لعيبه كبيره، اسماء كبيره، بنتكلم على باهر، بنتكلم على محمد حسن، بنتكلم على مدبولي، الشامي، نقاس، باسم، فراس شواط، احمد محسن، كوكو. يعني لعيبه كتيره وعلى اعلى مستوى، هل اللعيبه دي امكانياتها او دي مستواها ان هي تنافس على الهبوط لحد اخر اسابيع؟ هرجع بالزمن لفتره الاعاره بتاعتي مع الاسماعيلي، كانت مع الكابتن ايهاب جلال. كان قبليها مسكنا المدرب مش متذكر اسمه، كان بيدرب فريق اول اغسطس، فجه مسكنا اول السيزون النتائج مش عارفين نكسب خالص، قعدنا فتره كبيره المكسب رايح عندنا وكنا بنعمل مباريات كويسه وما كناش بنكسب. هي نفس اللعيبه،
كابتن ايهاب جلال جه مسكنا احنا الدور الثاني، احنا طبعا فنشين ثاني بالدور الثاني، بس هي اللعيبه نفس الموقف السنه دي، اللعيبه الدور الاولاني احنا مفنشين الدور الاولاني تقريبا 11 نقطه او 12 نقطه، احنا مفنشين الدور الدوري 40 نقطه او اكتر، مش متذكر قوي. فبالتالي هي نفس اللعيبه، ولكن اللعيبه امكانياتها كويسه جدا، هيئ لها المناخ المادي والفني. وليه بقى اكد على المادي؟ لان لاعب الكوره هو ده مصدر دخله الوحيد، هو ما بيعرفش يشتغل شغلانه تانية. هو مثلا لو النادي ما فيهوش فلوس ومش مش مش بياخدش مستحقاته في وقتها، مش هيروح يشتغل شغلانه تانية، عشان هو بني ادم وليه بيت وليه اهل وبيصرف عليهم وعليه اقساط والتزامات والكلام ده كله. فبالتالي هي ده مصدر دخله الوحيد، فانت لازم تهيئ له مناخ ماديا وفنيا كويس، هيطلع احسن حاجه عنده. منطقي ان ما فيش لعيب من نادي الاسماعيلي انضم لمنتخب مصر غير باهر المحمدي وعلى فترات؟ اعتقد ان سوء النتائج كان ليه تاثير في الموضوع ده. هو كل اللعيبه كانت بتشتغل، وفي لعيبه كتير كان هدفها وانا واحد منهم بصراحه، اشتغلت السيزون ده ان انا هدفي نفسي انضم المنتخب، ولكن اعتقد ان سوء النتائج كان حاططنا في منطقه مش احسن حاجه، فبالتالي ده اثر ممكن شويه. بس كل اللعيبه الصراحه يعني منك وباهر كان دسوقي ودسوقي الناس كلموه فعلا في المنتخب، فكان عندنا امل فعلا حد فينا يروح منتخب عشان حتى يخلي الناس تقول ان فرقه الاسماعيلي فرقه كويسه، بس هي بتمر بازمات غصب عنها. من وجهه نظرك بقى في اللي جاي للاسماعيلي والدوري الموسم الجديد، الاسماعيلي هيبقى شكله عامل ازاي الموسم الجديد؟ وهل هيفضل مستمر في يعني استمرار اللي شفناه المواسم السابقه، ولا هيبقى فيه جديد؟ لا اعتقد ان الصوره مش هتبقى اسوأ، هتبقى احسن شويه، وخصوصا في وجود اتنين كبار من زي الكابتن عماد سليمان والكابتن علي ابو جريشه، تاريخ كبير ونجوم واساطير في النادي الاسماعيلي. الناس دي بتحب فعلا النادي الاسماعيلي من كل قلبها، حتى في الفترات اللي قبل كده كانوا دايما سواء موجودين مسؤولين في النادي او مش مسؤولين في النادي بيجوا ورا الفرقه وكانوا بيدعمونا في كل مباراه. فالناس دي وجودها ما دام هم موجودين اعرف ان في حاجه كويسه هتتعمل، وهم شغالين الفتره دي على الكلام ده، مع بيحلوا مشاكل اللعيبه الماديه سواء المستحقات القديمه سواء اللعيبه الاجانب اللي لهم مستحقات بيسووا معاهم مستحقاتهم دلوقتي، هم عايزين يحسنوا الوضع شويه. فانا بالنسبه لي دول ما هم موجودين انا متفائل ان النادي الفتره الجايه هيبقى صورته احسن. بتزعل لما في بعض الاوقات من الموسم اللي فات ده هجوم وانتقادات جماهير الاسماعيلي ليكوا ان انتوا لعيبه مش قد المسؤوليه وان انتوا لعيبه ما ينفعش تشيلوا تيشيرت الاسماعيلي؟ خالص خالص، بالعكس، هو الجمهور عايز ايه غير انه يشوف فرقته في احسن شكل، وعايز ان لما فرقته تلعب ماتش تكسب. فطبيعي ان انا لو واحد منهم من الجمهور هبقى متضايق، ومتضايق اكتر منهم كمان. ولكن الجمهور لازم يحط في اعتباراته حاجه، ان اللاعب ده زيه زيك بيتاثر نفسيا وبيتاثر ماديا وبيتاثر بكل حاجه، فلما لما تشوف منه مستوى مش احسن حاجه لازم تلتمس له العذر، وخصوصا ان هو جاي عشان عايز يفرحك، هو مبيبقاش قاصد انه يخسر ومبيبقاش قاصد انه يبقى وحش، فبالتالي لازم تعذره لانه هو بني ادم زيه زيك. ليه عرضت عقد بيع عربيتك قدام الناس كلها؟ كنت بتوصل رساله معينه للناس؟ لا خالص، بالعكس، لان دي حقيقه، انا ظروف النادي ما كانتش احسن حاجه خالص، وكانت الناس تقعد تقول لي احنا قلنا لك ما تروحش وما تروحش وما تروحش، قلت لهم انا حابب وانا هستحمل وانا هتحمل مسؤوليه. فعلا بعت عربيتي عشان النادي ظروفه الماديه ما كانش فيه فلوس خالص، وانا كان عندي التزامات، يعني والدي كان تعبان شويه قبل وفاته، فلا ما كانش قدامي حل غير ان انا ابيع عربيتي. ودي نقطه برضو بحاول اوضحها للناس، ان اللعيب برضو ممكن اللعيبه السنه دي جت على نفسها قوي قوي قوي، لعيبه كتير مش محمد بس، واستحملوا حاجات كتير، عشان كده اللعيبه دي ربنا في اخر السيزون كافئها ان هي ظهرت بالشكل الكويس ده، عشان اللعبة دي فعلا 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 استحملت كتير. عايز اتكلم معاك بقى عن نقط سريعة كده برضه قبل ما اقفل ملف الاسماعيلي. الفيديوهات اللي انتوا عملتوها في اول السنة لما رحت انت واحمد محسن وصالح ونقاز وباسم، هي دي علت طموح وسقف الجماهير الاسماعيلي؟ احنا لو حد اتعادل معانا هنا هيعمل فرح. عايز اقول لك ان المانجا الفيديو ده مدبول لحد دلوقتي. كل ما شفنا احمد محسن بيعمل لنا يبص لي كده، اقول له اسكت. لا احنا انتوا اللي خربتوا النادي.
اقول له اصل انا جربت الاحساس في الفتره دي شهور الاعاره، فعشان كده كنت بنقل الصوره لل ايوه. احمد محسن كان اول مره يخش الاستاد. على فكره احمد محسن من النوعيه اللي هي حماسيه بزياده، حلو. فهو اول ما دخل الملعب، وخصوصا ان احمد محسن برده ما لعبش في نادي جماهيري كبير قبل كده، فاول ما دخل الملعب، فانا الملعب كنا داخلين ملعب فاضي، فقلت له بص محسن الملعب ده في الماتش بيبقى فيه كذا الجمهور هنا والناس هنا ومش عارف مين ايه ايه، فهو تخيل الموقف فسخن، فراح قال لك ده اللي هيجي هنا هيتقطع ومش عارف ما دخلوش تاني من ساعتها. لا بس انا عايز اقول لك ان كل اللعيبه كانت بادئه ومتحمسه جدا جدا جدا. هل ده بقى اللي انا بقول لك عليه نقلته ده للجمهور ان فعلا السنه دي بقى احنا هننافس؟ في نقطة الجمهور مش واخد باله منها، ان بدايه السيزون ما كانتش احسن حاجه لاسباب. اولا انا ما ينفعش اجي اتعاقد مع لعيبه من غير ما اتعاقد مع المدير الفني الاول. انا بشوف ان دي مش حاجه صح خالص. ليه؟ لان انت المدير الفني هو انت جايبه مدير فني عشان يطبق طريقه لعبه واسلوب لعبه معين، شايف ان هو هينجح النادي من خلاله ويخلي النادي شكله احسن، فبالتالي لازم يختار اللعيبه اللي مناسبه لطريقه لعبه. فانت لما تجيب مدير فني على لعيبه هو ما اختارهاش، فبالتالي هيقعد يحاول معاهم ان هو يطلع منهم احسن حاجه، بس مش هيطلع احسن حاجه من المدرب، ما هو ما جابش اللعيبه. احنا جالنا مستر جريدو جالنا قبل بدايه الدوري باسبوع، ما لحقناش نعمل فتره اعداد كويسه، ما لحقناش ده اللي اثر على بدايه السيزون. احنا بقى بدانا اول ماتش الاهلي، عملنا ماتش كويس جدا قدام الاهلي، الاهلي كسب 1-0 وعملنا ماتش كويس جدا. جينا ماتش غازي محله تاني ماتش، اللعيبه مجهده. ليه مجهده؟ انت ما حطيتش اساس فتره الاعداد، انت ما عملتش فتره اعداد كويسه، فبالتالي لو بذلت مجهود جامد في مباراه هتيجي المباراه اللي بعدها هتلاقي اللعيبه مش قادره. ففي عوامل كتير ادت ان احنا نبدا بدايه وحشه، فبدات عايز تلحق 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 تلعب، فخلاص انت الموضوع كان قرب يهرب منك. اللي ساعدنا شويه فتره التوقفات بتاعه المنتخب، ساعدتنا شويه ان احنا نلم بعض وان احنا نعيد فتره اعداد من اول وجديد، وده اللي حصل وده ساعدنا في اخر الموسم نفنش بشكل كويس. عايز قبل ما اقفل الموضوع الاسماعيلي بقى واخش على محاور تانية كتير، عايزك توجه رساله لجمهور الاسماعيلي. انا قلت لهم قبل كده انتوا هم درع النادي الوحيد، هم بيحبوا النادي بدون اي مصلحه، بيروحوا ورا النادي وما بيفكروش، اهم حاجه مصلحه النادي، اهم حاجه يشوفوا ناديهم في شكل كويس. خليكم ورا ناديكم، ادعموا ناديكم، ادعموا اللعيبه اللي موجوده ايا كان اساميهم، ادعموا الناس اللي في الاداره ايا كان اساميهم. احنا بنروح وبنمشي والمسؤولين بيروحوا بيمشوا، وبيفضل النادي وبتفضل الجماهير وبيفضل حب جماهيره ليه. فانا بناشدهم ودايما بطلب منهم خليكم ورا ناديكم. عايز اخش بيك بقى على المحور الثاني، محور الزمالك. محمد حسن ليه قصه كده عشان يروح نادي الزمالك، وكان فيه اللي الناس ما تعرفوش صراع انه يرجع نادي الاهلي تاني وانه يروح الزمالك. عايز اخدك في الجزئيه دي بقى، انت كنت في وادي دجله، واخدك في جزئيه وادي دجله لوحدها، بس عايز اعرف بقى انت جالك الاهلي وجالك الزمالك والاثنين رسمي، ايه اللي حصل وليه اخترت الزمالك وليه رحت الزمالك؟ ان يعني الاهلي كان رسمي برضو بعد نهايه السيزون، كانت كلام كله عن طريق النادي وادي دجله، فجالي اوبشن ان انا اختار ما بين الاثنين. وساعتها الموضوع يا جماعه الموضوع مش موضوع انت بتحب مين وما بتحبش مين، اللعيب عايز يروح مكان يظهر فيه امكانياته، يظهر فيه قدراته، المكان اللي يبقى فيه مرتاح فيه. انا ساعتها اخترت الزمالك لان انا شفت ان انا فرصتي ان انا اثبت قدراتي وان انا شارك في الزمالك اقوى من ان انا في النادي الاهلي، فبالتالي بناء عليه اخترت الزمالك ومفيش اي حسابات تانية. رغم ان انت كنت من ناشئين الاهلي. بالظبط، انا بقول لك كل فتره ولها حساباتها، كل فتره ولها حساباتها. ممكن وارد لو في اي فتره من الفترات الثانيه لو جالك اهلي وزمالك تختار الاهلي، بس بتبقى ليها حسابات معينه. انت لحد وانت في مكتب رئيس الزمالك حصل ايه اللي حصل؟ خرجت رحت نادي الزمالك بعد ما خدت قرار ان انا رايح نادي الزمالك. رحت قابلت المستشار مرتضى منصور ودخلت ومضيت العقود. اول ما خرجت جه تليفون
من النادي الاهلي. مين هو كيل؟ مش هقول اسماء. لا تقول من النادي الاهلي. سبع مش النادي انا عارف بس حد مسؤول في النادي الاهلي. الوكيل التعاقدات لوكيلي خد محمد وتعالى دلوقتي النادي الاهلي. فساعتها قال له احنا ماضينا خلاص في نادي الزمالك وخلاص محمد مضى وخلص كل حاجه في نادي الزمالك وبتاع. بس انت كان من الاول الرغبه عندك ان انت عايز تروح. فترتك بقى في الزمالك الناس كانت انت كنت مكسر الدنيا مع وادي دجله في الدوري. الحمد لله. ايه اللي حصل يعني؟ ليه ما دخلتش بسرعه؟ ايه اللي عطلك في الزمالك؟ ايه اللي خد منك؟ كانك كنت رايح بطموح كبير وجديد ان انت عايز تعمل اللي انت بقى ما عملتوش السنين اللي قبل كده. انا قابلني مشكله كبيره في الزمالك اسمها مستر جروس. من اول يوم قابلته فيه طبعا كان موجود معايا في مكاني كان طارق حامد، فرجاني ساسي، اسامي كبيره ومنافسه كبيره، بس انا بحب التحدي وبحب المنافسه. ولكن لما مستر جروس قفل الفرقه اللي هي 30 لعيب على 14 لعيب فقط لا غير، كنت انا ودونجا وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز خمس لعيبه وسط ملعب. السيزون كله اعتمد على اتنين بس. طب وانت قبل ما تروح ما كنتش عارف ان ده كله موجود؟ عارف ان ده كله موجود، بس الحمد لله انا عندي ثقه في امكانياتي وعارف ان انا امكانياتي هتظهر ازاي وعارف هوظفها ازاي وعارف ان انا الحمد لله عندي ثقه في امكانياتي. ولكن لما رحت هو مستر جروس قفل باب المنافسه، ما فتحوه يعني، قفل باب المنافسه، ما فيش منافسه. فبالتالي مهما تتمرن كويس، مهما في مباريات وديه تبقى كويس جدا، مهما حصل انا اوقات كتير كان طارق وفرجاني مش موجودين، كان الراجل بيلعب محمد ابراهيم وايمن حفني في نص الملعب وانا موجود على الدكه. ايه السبب؟ لا انا صدقني لحد دلوقتي ما اعرفش يعني. انا نفسي اعرف هل في موقف شخصي بين انا ما اعرفش لحد دلوقتي. وحتى قعدت معاه في شهر واحد قلت له انا عايز اخرج، مش عايز اقعد. قال لي ليه عايز تخرج؟ قلت له عشان اثبت لك ان انا لعيب كويس، ما ينفعش اقعد كده. رغم ان انا ما كنتش بشارك وما كانش بيعتمد عليا، قال لي الاداره لا مش هيمشي. فاستغربت انا ما كنتش عارف هو بيعمل كده ليه. كان في حاجه ناقصاك في الوقت ده محتاج تشتغل عليها؟ بدل مره 50 مره ايه اللي ناقص؟ ايه اللي مطلوب مني اشتغل عليه؟ بشهاده اللعيبه زمايلي كلهم، انا عايزك تسال محمد ابراهيم ليك علاقه بيه كويس، اساله حازم امام في الوقت ده ليك علاقه بيه كويسه، هقول لك محمد كان بيموت نفسه في التمارين والمباريات الوديه. كان بيلعبك عشان يحرقك في بعض الاوقات او انت كنت حاسس بكده؟ انت كنت بتاخد فرص وبعدين مره واحده تلعب على طول؟ هي الفكره ان انا برضو انا ما لحقتش العب معاه يعني. مستر جروس انا ما افتكرش ان انا لعبت معاه، كان بياخدني مباريات افريقيا بره ومباريات كبيره بقى موجود معاه، ولكن ما بيشاركنيش. ايه السبب؟ ما اعرفش. طب انت لو ما خلاص انت مش مقتنع بمحمد فانت ما تاخدوش معاك في اي مباراه؟ لا كان بياخدني معاه، والمباريات اللي مثلا كان ما بيلعبنيش فيها كنت بروح لبعض الماتش بقول له طب انت واخدني ما بتلعبنيش ليه؟ طب في حاجه معينه عايز نعملها؟ لا هو قافل على 14 لعيب، وعشان كده السيزون ده احنا خسرنا الدوري ليه؟ عشان ما ينفعش تكمل سيزون 34 ماتش ب 14 لعيب. اللعيبه جت في اخر السيزون مجهده كتر خيرها، واحد زي طارق حامد وكان بيلعب 95 دقيقه كل مباراه، فبالتالي غصب عنه هو بني ادم برده فحصل له اجهاد. لعيبه كتير اجهدت من ضغط المباريات، وفي الاخر خسرنا الدوري بسبب التفكير ده. لكن لحد دلوقتي انا ما اعرفش ليه ما كانش بيلعبني الصراحه. اتظلمت ولا قصرت في حق نفسك؟ بص اقول لك على حاجه، انا صريح جدا مع نفسي يعني، وعشان تبقى يعني تعمل حاجه كويسه لازم تبقى صريح مع نفسك. هو انا اول ما رحت كنت مركز جدا 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 لحد ما قلت لك شهر واحد، قلت له انا عايز امشي بقى، أنا اخر فرصه بالنسبه لي شهر واحد عايز اطلع العب. قال لي لا انت قاعد. فبالتالي خلاص انت ما عندكش حل غير انك تقاتل في التمرين. كنت بقاتل في التمرين في المباريات الوديه، جت عليا فترات محبط شويه من اللي هو بيعمله معايا، وده طبيعي جدا. فبالتالي ده كان مؤثر على نفسيا، فكنت بتصاب في التمرين لحد ما جيت بقى اخر فتره خلاص ما مش قادر. ساعتها جه الكابتن عبد الحليم علي السنه الثانيه كان هو مسؤول، قلت له يا كابتن عبد الحليم انا ليا رغبه ان انا اخرج، وكان ليا مستحقات قديمه انا بتنازل عنها مش عايزها، بس انا خلاص مش قادر. عندي سنتين في نادي الزمالك، ونادي الزمالك جابني عشان خاطر ان انا اعمل حاجه. سنتين
كان طارق وفرجاني كانوا بيشاركوا لعيبه كبيره جدا طبعا طبعا، بس بالتالي لما كانوا بيغيبوا للايقافات او الاصابه لو ما كنت بشارك كنت بظهر بشكل كويس، فبالتالي كانوا بيرجعوا من الايقاف يلعبوا، فبالتالي لا لعيبه كبيره وكل حاجه طبعا على راسي، بس انا عندي طموح ان انا اشارك مشاركه اكتر. طارق حامد كان بيلعب منتخب مصر واساسي نادي الزمالك وكل اللي كان بيعمله طارق حامد ده، لو انت مدير فني كنت تقدر تجيب حد وتلعبه عليه؟ مستر كارتيرون عملها، لعبنا انا وطارق وفرجاني احنا الثلاثه قدام الاتحاد وعملنا ماتش جامد جدا. لا انا عايز اقول لك ان انت لو شايف لو عندك امكانيات، في لعيبه عندها امكانيات وانت مدرب عايز تستغل الامكانيات هتعرف توظف كل الامكانيات وهتستفيد بيها. برضو ما جاوبتش على سؤالي، اتظلمت ولا قصرت في حقك؟ لا اتظلمت طبعا. ظلمت طبعا. لو كان يتعاد بيك او يرجع بيك الزمن كنت هتختار برضو الزمالك، ولا كنت تعرف اللي حصل لك ده كان ممكن تروح النادي الاهلي؟ لا لو اعرف، محدش بيعرف الغيب، بس لو اعرف لو اعرف ان هيحصل فيها كده كنت هفكر 100 مره ليه انا سنتين من عمري في الكوره ما استفدتش بيهم باي حاجه، وكمان ماديا ما استفدتش فيهم، فبالتالي لا ما مش هكرر التجربه دي تاني. لكن لو اكيد لو في ظروف احسن من كده، نادي الزمالك اسم كبير جدا جدا جدا. لعبت كم ماتش في الزمالك في السنتين دول؟ كنت قدام على صابع ايدك من واحد، كنت نشيل الاهلي، بعد كده الاهلي جاله الباص صليبي فالاهلي طلعني اعاره، رحت وليد المحله في الدرجه الثانيه حاربت قعدت سيزون، رحت وادي دجله سيزون واحد حاربت، رحت الزمالك. فانت لما تتراك المشوار بتاعك كده هتقول لا الراجل ده عنده امكانيات، الراجل ما بيكملش سنه في مكان الا لما ابجريد بيروح لمكان اعلى، فبالتالي عنده امكانيات. فانك تقعد سنتين في الزمالك واجي ابص على المباريات اللي انا لعبتها مع عدها على صابع ايدي، فاذا اكيد المشكله مش عندي خالص. ف لا تجربه علمتني حاجات كتير جدا واثرت فيا بشكل كبير، عشان كده بقول لك لما تلاقي ناس بتحبك في نادي زي نادي الاسماعيلي لا ما تستغناش عنهم بسهوله. عايز اقفل معاك بقى قصه الزمالك، انت كسبت مع الزمالك كونفدراليه. كسبت معاهم كونفدراليه، خدت معاهم كاس الكونفدراليه، من احلى البطولات اللي خدتها مع نادي الزمالك. شفت فيها مدى حب اللعيبه لبعض، كان عاملين حاله كويسه جدا جدا. فاكر انا ماتش النهائي في برج العرب، كان الجمهور مقفل الاستاد كله، كان منظر تحفه. لا بطوله ما بنساهاش بصراحه بكل تفاصيلها وبكل مبارياتها، وخسرنا اول ماتش من جورما هي في كينيا 4، فالناس كلها قالت لك لا البطوله مش بتاعتنا، بعد كده لا رجعنا. لا كانت فيها اجواء حلوه قوي الصراحه ما تنساهاش. اخذت كونفدراليه مع الاهلي، اخذت كونفدراليه مع الزمالك، واعتقد برضو الاهلي كان استاد القاهره، كنا بنلعب مين، لا مش فاكر كنا بنلعب مين في القاهره، بس طبعا هدف كابتن عماد متعب الشهير، وكان ساعتها مسكنا مستر جريدو. ففي استاد القاهره كان برضو نفس القصه. لا انا بقول لك ان الانديه الجماهيريه في البطولات حاجه مختلفه جدا. اني احلى بقى، كونفدراليه الاهلي ولا كونفدراليه الزمالك؟ في وقتها في وقت كونفدراليه الاهلي كانت الاهلي، وفي وقت كونفدراليه الزمالك كانت الزمالك. اني الاحلى لمحمد حسن، يعني اللي قريبه قوي للقلب. اللي قريبه قوي للقلب كونفدراليه الزمالك، لان حسيت ساعتها كنت في الاهلي كنت لسه صغير وناشئ وكده، لكن في الزمالك يعني كنت قريب اكتر، وان انا موجود في المباريات اكتر، فبالتالي في تفاصيل كتير عشتها معاهم. ايه الفرق بين الاهلي والزمالك والاسماعيلي؟ من ناحيه اللعيبه اللي لعبت اهلي وزمالك واسماعيلي، من ناحيه كل حاجه، يعني ليه ايه اللي منجح الاهلي وايه اللي مخلي الزمالك بيسير على اللي هو فيه شويه موسم كويس جدا وشويه موسم ما يبقاش افضل حاجه، وليه الاسماعيلي؟ يعني ايه الفرق بين التلاته؟ ايه اللي انت لقيته هنا ما لقيتوش هنا ما لقيتوش؟ انت سالتني سؤال في الاول، ايه مشكله الاسماعيلي؟ قلت لي الاداره. هي الاداره، هو النادي الاهلي فيه اداره ناجحه، في سيستم بقى، كابتن محمود الخطيب، باشمهندس محمود طاهر، وات ايفر مين اللي موجود، هو سيستم كله بيمشي عليه، فبالتالي منظومه ناجحه ومستمره وما بيحصلهاش خلل. لكن اللي بيحصل مثلا في نادي الزمالك، طبعا المستشار مرتضى منصور بيبذل مجهود جبار عشان يخلي النادي في احسن صوره، ولكن هو مش هيدير الدنيا يعني مش هيشيل الليله كلها لوحده. فالاسماعيلي نفس القصه، قلت لك في ناس بتحب النادي عايزه تساعد النادي، ولكن في ناس مش دارسه اداره فبتبوظ النادي. لكن لما يبقى في سيستم واداره بيمشي على الجميع وبيتطبق ثوائب وعقاب من غير مجاملات ومن غير ما تفويت لحد، فبالتالي المنظومه هتنجح كده كده. فده الفرق. انا شايف ان الاهلي اداريا
ناجح عشان هو سيستم بتطبع الكل. عايز اتكلم بقى عن فترتك في الاهلي. من ناشئين الاهلي هتتقيد في الدرجه الاولى رباط صليبي. يعني احكي لنا كده القصه اللي حصل فيها، ان دي قصه مثيره وقصه تقول انت قد ايه كافحت ان انت ترجع تاني وتقف على رجليك. مش اي حد يعرف يعمل ده. لا هو كده مش اي، يعني مش اي حد يعرف يعمل ده ده بجد. انا رحت من المنتج الحربي، اشتراني النادي الاهلي ساعتها ب 30,000 جنيه. اول ما رحت النادي الاهلي لعبت اول مباراه مع الناشئين، كان ساعتها مسكنا الكابتن علي ماهر، جاله رباط صليبي في التمرين من بعد اول مباراه. تمرين بعد اول مباراه جاله رباط صليبي. طبعا الدنيا ظلمت في وشي وبتاع، انا لسه بقول يا هادي وي وي وي. فرجعت من رباط صليبي، جه الكابتن فتحي، صعدت طبعا مع كفرت الكابتن فتحي مبروك، لعبت معاه وظهرنا بشكل كويس، واخدنا دوري تحت 21 سنه معاه في الفتره دي. وساعتها بقى صعدت للفريق الاول، فكنت موجود بقى مع الفريق الاول على فترات. كابتن فتحي كان في عنده مباراه تحت في قطاع الناشئين، فطلب ان انا اروح العبها معاه، كنا بنلعب سموحه في اسكندريه. فقلت له طبعا يا كابتن، ورحت العب المباراه، جالي رباط صليبي تاني في المباراه. فقلت لا دي مش ماشيه معايا، ده شوف لي شغلانه تانية بقى. انت فاهم؟ بس فجرب صليبي خدت وقت اما تاهلت ورجعت. فرجعت في الفتره بقى اللي كان بالنسبه للنادي الاهلي كانت فتره انتقاليه، فتره باشمهندس محمود طاهر. كان في جيل قديم عمل تاريخ كبير جدا للنادي الاهلي، وما بين زي تغيير جلد للجيل ده. فبالتالي الفتره دي كان الجو مش احسن حاجه ان انا اعرف اشارك، لان كان في ضغوط كبيره من الجمهور. ان طبعا النادي الاهلي معروف انه كل سنه بينافس على البطولات، فانت كلاعب صغير زي لما تطلع وسط لعيبه بالتاريخ كبير، فده هيساعدك شويه ويديك ثقه شويه. لكن الكلام ده ما كانش موجود في الفتره اللي كنت موجود فيها. فبالتالي كان الافضل ان انا اطلع اعاره، اخد خبرات واكون رجعت من الاصابه بشكل كويس. وطلعت اعاره ساعتها النادي حرس الحدود يعني. بس بعد كده النادي حرس الحدود كان بيمر بفتره صعبه، هو هبط في الموسم ده فعلا. وانا اول مره اقول انا قعدت تقريبا بعد اول 6 شهور لعبتها معاهم قعدت في البيت، ما نفسيا ما كنتش قادر. من يناير لحد اخر السيزون انا قعدت في البيت، جالي 2 رباط صليبي، حسيت ان فعلا هي مش ماشيه معايا خالص. رحت الفريق حرس حدود، الاجواء ما كانتش احسن حاجه، والفريق ساعتها ما كانش احسن حاجه، والنتائج ما كانتش احسن حاجه. فبالتالي كان في كميه ضغط نفسي وتفكير خلتني فعلا ان انا اقعد في البيت 6 شهور، فتره نقاهه كده مع نفسي 6 شهور. المفروض ترجع لاهلي بقى تاني، مش دي اعاره؟ ما هي كانت اعاره، بس بالتالي انت ما قدمتش فيها حاجه، فبالتالي خلاص استغنوا عنك. فقلت بقى انا هبدا بقى الطريق من اول جديد. ايوه استغنوا عنك، قالوا لك ايه اللي حصل؟ المكالمه اللي جات لك عامله ازاي؟ المسؤول اللي بلغك كان مين؟ هو ساعتها انا في الحاجات دي بخلي وكيلي هو اللي يتعامل فيها، يعني هو اللي بيبلغني. كنت متوقع ان انت مش ترجع؟ طبعا طبعا، ده لوجيك يعني، بالمنطق كده مش هترجع. فبالتالي قلت خلاص بقى انا ابداها مع نفسي كده، وزي ما تيجي ساعتها. لعيب في النادي الاهلي واخد معاكم فيدراليه تنزل الدرجه الثانيه؟ كانش ليك عروض في الدوري الممتاز خالص؟ لا خلاص، ما انت 6 شهور قعدت في البيت، انت مش لاقي نادي. ما هو مش لاقي نادي خالص، وتكلم ده وتكلم ده يقول لك 6 شهور قعدت في البيت، لا 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 مش لا 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 وبتاع. نزلت البلدية. فكل المواقف دي كلها جمعت جوايا كمية غضب مش طبيعية. ما قداميش حل غير ان انا انزل ابدا من ممتاز بيها. وساعتها والدي الله يرحمه قال لي كلمه والله ما بنساها، قال لي اللي انت عملته ده ووصلت للنادي الاهلي وحسيت انه راح، عادي ممكن تبدا تاني من اول وجديد وتعمله تاني. عايز بقى اتكلم معاك عن موضوع بعيد شويه عن اللي كنا بنتكلم فيه، بس هو امام عاشور. امام عاشور يمكن مر بالظروف اللي انت مريت بيها، بس بالعكس انت كنت في الاهلي وبعدين الزمالك من ناحيه الاجواء مش من الترتيب، وهو كان في الزمالك وراح الاهلي. شفت الموضوع ده ازاي؟ وهل امام هيقدر ينسجم في الاهلي بسرعه؟ هو انا ليه اعتاب على امام في حاجه؟ ان انت لعيب الكوره هو ممكن يشتغل يلعب الكوره بمبدئين، مفيش تالت ليهم. يا زي ما احنا زمان الناس تربت على حب المكان والانتماء للمكان وبيلعب عشان خاطر المكان، تمام، ودي الناس ليهم كل الاحترام والتقدير، او بالنسبه لك الكوره كارير وشغل وتشتغل باحتراف، انت هتختار انهي؟
بناء على اختيارك كل حاجه ليها تاثيرات ولها تبعيات. بمعنى انت لو اخترت ان انت بتحب المكان اللي انت فيه ومنتمي ليه وحابب الاجواء, فبالتالي اعرف ان في تضحيه قصاد ده, في تضحيه ماديه قصاد ده هتبقى موجوده. الناحيه الثانيه لو بتلعب كمحترف خلاص, ان النادي مش عايز منك ولا الجمهور عايز منك ان انت غير تبقى في الملعب تبقى كويس. يعني انا يعني بيعجبني مثلا احمد سيد زيزو, احمد سيد زيزو بينزل كل مباراه والله بجد بيموت نفسه عشان خاطر فرقته ويكسب فرقته من غير ما يطلع ولا يقول انا ابن النادي ولا يبص الشعار ولا يلعب على وتر الجمهور. فبالتالي انت بعد كده تتحمل نتيجه اختيارك. فبالتالي هو امام انت كنت بتخرج حاطت نفسك في كورنر مع جمهور الزمالك, الناس حبوك, جمهور الزمالك حبك, حطوك في حته كويسه جدا. فبالتالي اعرف ان انت الناس دي ما ينفعش تزعلها عشان انت خلاص انت حطيت نفسك في الكورنر ده. فاعرف ان انت لما تيجي تمشي هيبقى في تبعيات, فما تزعلش لان انت اللي اخترت ده. فلو كان من البدايه انت بالنسبه لك الموضوع واخده احتراف كنت خده احتراف وما كانش حد هيزعل منك. طبيعي لما يجيب جون يبوس الشعار ويروح للجماهير ويحتفل, ده طبيعي جدا. لا في حاجات بتبقى زياده شويه, حاجات بتبقى اوفر شويه, خصوصا ان الجمهور بتاعنا جمهور عاطفي. لما يلاقي لعيب بيقاتل عشان المكان اللي هو فيه فنان يقدر ينجح مع النادي ده, طبعا امام اضافه لاي مكان, قدرات فنيه كبيره جدا جدا جدا. ولكن السؤال هل امام عقليته هتتحمل الضغط, وخصوصا مع بدايته مع النادي الاهلي؟ لان عايز اقول لك ان بدايه امام مع النادي الاهلي دي اهم حاجه ممكن يفكر فيها امام دلوقتي. جمهور الزمالك يعني جمهور مش هينسى الموقف. هل هيواجه اكتر من اللي واجهه كهربا؟ هو اوريدي الناس معظم الناس الزمالكاويه كانت عارفه ان كهربا اهلاوي, فكان الموضوع بالنسبه لهم اخف شويه من امام, لان امام طالع من بيت زملكاوي وكان قريب من الناس ومن الجمهور. فبالتالي كان صدمتهم فيه كبيره, وخصوصا ان هو يعني انا عن نفسي امام كان صاحبي, كانت اخر كان ولا ما زال؟ لا كنا قريبين لما كنت في الزمالك معاهم, فكان قريب مني قوي يعني. فكنت اخر حاجه اتوقعها انه ممكن هو يروح النادي الاهلي بالاجواء اللي كان عايشها مع جمهور الزمالك ونادي الزمالك. يعني هل كان متحيز جدا للزمالك وفريقه في الوقت ده؟ طبعا طب بشكل انا مش عايز اقول لك كان يعني جواه مثلا حاجه ضد النادي الاهلي او لا 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 ما وصلش. هو كان مركز مع الزمالك ماتشات مع الجمهور مع الناس, فكان بيقعد يتكلم مع الناس. والامام من نوعيه فريندلي, لو جه حد من الجمهور وقفه في الشارع يقعد يتكلم معاه وياخد يد معاه في الكلام, يعني ما بيقفلش الكلام. يعني توصل لحد انك تقول كانت صدمه بالنسبه لي انه يروح الاهلي؟ باللي انا شفته كان بالنسبه لي مش صدمه انا كلاعب كوره, بس من اللي انا شفته من امام بعلاقته بجمهور نادي الزمالك. خلاص انت حطيت نفسك في كورنر, انا ما شفتوش غير في واحد في مصر اللي عملها وقدر يعملها, هو ابو تريكه. حط نفسه في حته ان هو الراجل بيحب المكان وبيحب جمهور النادي الاهلي وبيقدر النادي الاهلي, فبالتالي لما جاله عروض كبيره جدا وارقام ضخمه جدا اختار ان هو يفضل قاعد. الوقت غير الوقت والعقليه غير العقليه, واللي قدمه ابو تريكه مع الاهلي غير اللي قدمه امام مع الزمالك, يعني شتان الفارق. لا بس خلي بالك ان الامكانيات امام كانت بتوحي ان هو لا, هو لو فضل مكمل في الزمالك هيبقى من ايقونه من ايقونات نادي الزمالك. الناس هيبقى الناس هتفتكر اسمه موجود, هيبقى مؤثر. وبالنسبه لابو تريكه, ابو تريكه جاله عروض في وقتها ارقام بالنسبه لوقتها كانت كبيره جدا جدا جدا, ورغم كده تمسك انه يبقى موجود. فبالتالي لحد دلوقتي الناس بتقول ابو تريكه في حته تانية. هي دي بقول لك دي نتائج ان انت تختار اختيارك, انت عايز تعمل ايه, عايز تبقى يعني منتمي لمكان والناس تحبك, هتضحي تضحيات ماديه. عايز تبقى محترف خلاص ما تلعبش على وتر الجمهور واشتغل الكوره احتراف. قبل ما اقفل معاك الجزء الاول من حلقتنا والفقره الاولى, اوكي الكوره جت في ايدك؟ يا عم عايز مني احساسك إيه؟ بقى ده اللي هنعرفه. أيوة. وصدقك. أيوة. في الفقره الثانيه. لا الفقره اللي جايه دي مالهاش علاقه بالاحساس ولا الصدق. ايش هنشوف؟ نروح للفقره الثانيه مع محمد حسن. الفقره الثانيه اللي هنلعبها مع محمد حسن, هنغمله عينه وهنساله اسئله وهو يرفع الورقه, وهو بقى واحساسه هنشوف بقى عنده احساس زي ما هو عنده احساس في الملعب ولا لا. ابودي خلاص. محمد اول سؤال معانا, انت ملتزم ولا خاربها؟ ارفع ملتزم بقى. ولا خاربها؟ قولي الاول انت ايه. لا كده كده انا في الشغل مفيش هزار, بس في الاوف سيزون يعني اكيد ببقى براحتي يعني. ايوه ملتزم ولا خاربها؟ لا في الشغل ملتزم طبعا. طب ارفع ورقه. ارفع ورقه. من
ماشي بس اختيارك خليه هنا. ماشي اهو. تحب النوم ولا بتحب السهر؟ احب النوم ولا بحب السهر؟ لا انا بفضل النوم. طب ارفع ورقه. ارفع ورقه. ربنا يستر مش شايف اي حاجه. تحب الساحل الطيب ولا الساحل الشرير؟ هو كل ما هو طيب جميل بس في الساحل يبقى الشرير. طب ارفع ورقه. الورق معانا كتير. اها. والاسئله دي انت ايه؟ لغايه دلوقتي ماشي ايه؟ طب يا الكوره جت في ايدك ولا لا؟ يا دي السؤال. اهو الاحساس بقى. جت في ايدي ولا لا؟ جت في ايدي ولا لا؟ احساس هيروح لهنا وربنا يستر. وانا مش مسؤول عن الاختيار ده. أنا افضل فتره كانت ليك او النادي المقرب ليك الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي من ساعه ما انت لعبت؟ بعيد عن الاختيار الاسماعيلي طبعا طبعا. بس هنشوف بقى الورق هيودينا لفين. عادي بادي كرومب زبادي. اختياراتك ايه؟ عايز مني ايه؟ دمرت حياتي. خلصت عليا انت. في حاجه ثانيه؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تهزرش. الاسماعيلي. ايوه. الكوره ما جاتش في ايدك. نعيد الفقره دي تاني. بركة دعاء امي والله. عيدها تاني. كنت شايف ولا لا؟ وحياة ورحمة ابويا انا ما اعرفش حاجة على الفقرة وما كنت شايف اي حاجة. طب نعيدها؟ لا يا باشا زي الفل. يا ظبط. ماشي حبايبنا برضو مش مشكلة. مطلوبين برضه اوقات. تحب النوم؟ طبعا طبعا يا جماعه والله. بص انا حاسس الترابيزه هتتكسر. والله عشان نيتي سالكه والله العظيم. الاختيارات بتاعتك صح بنسبه كام في الميه؟ 200% طبعا. احساسك عالي. احساسك بالجريمه عالي جدا ما دام الاختيارات مظبوطه. ما جاتش في ده برضه. لا ماشي نمشي. انا عدي 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 دي. ناخد فقره الاسئله السريعه. يلا بينا نروح لفقره الاسئله السريعه ودي اخر فقراتنا مع محمد حسن. هروح معاك بقى لفقره الاسئله السريعه بسرعه جدا. أوكي. ما تفكرش. يلا بينا. غدا عادل ولا غدا عبد الرازق؟ غدا عبد الرازق طبعا. ماشي. منى فضالي ولا ساره سلامه؟ ساره سلامه. سعاد حسني ولا فاتن حمامه؟ لا سعاد حسني الطيب المفضل يعني. طيب عبد الله جمعه ولا علي ربيع؟ الاثنين فيهم شعر من بعض. وكوميديا من بعض. عبد الله جوه هو دمه خفيف عامه. دمه خفيف جدا. طب احمد محسن ولا سليمان عيد؟ فهمش شعر. بس الاثنين بيقدموا ضحكه. مين اوسم؟ مين اوسم؟ سليمان عيد طبعا طبعا. صالح جمعه ولا محمد رمضان؟ محدش يتوقعهم. يا ابني الاختيارات دي. صالح جمعه ولا محمد رمضان؟ هو فعلا الاثنين محدش يتوقعه. هو صالح جمعه بالنسبه لي محدش يتوقعه كده كده فانا هختار صالح. جالكوا التمرين بالجلابيه؟ يا نهار ابيض على اليوم ده. جالنا لقينا داخل لابس الجلابيه والزي بقى البدوي الجميل وماسك السبحه في ايده. اقسم بالله. لا صلاح كارثه كارثه والله. باسم مرسي ولا الليسي؟ هو باسم فيه كل المميزات الا ان صوته وحش. فا يعني اختار الليسي. اختار الليسي عشان الصوت. افغاني ولا عباس حمود؟ أفغاني عباس حمودة. أفغاني كده كده أفغاني بيشغل عباس حمودة يعني فقشطة. زيزو ولا كريم فهمي؟ بتضحك ليه؟ أنت عارف أنا بضحك ليه؟ لا هتقول والله أنت عارف. لا مش هقول. لا 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 حاجة كده كنا قلناها جوه مع بعض بس. يعني زيزو ولا كريم فهمي في الوسامة؟ في الوسامة؟ بسرعة. كريم فهمي. الفيل الأزرق ولا ولاد رزق؟ ولاد رزق. شيكابالا ولا حسام غالي؟ شيكابالا. ايه مش سامعة؟ شيكابالا. حاجة يعني حد قريب يعني حد بحبه. باهر محمدي ولا رضا البحراوي؟ الاثنين اثنين تبع سلطان الشن. قشطة. سلطان حبيبي. سلطان حبيبي. لما تغني الرضا حتة. حتة واحدة بس.
لا 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 صوته وحش جدا. واحدة حتة كوبليه بس. كوبليه؟ انا كوبليه عشان حد يعني بحبه وبيحب الاغنية دي. ناس مني ومن دمي. بس ما تضحكش الناس علينا. طيب علي مير ولا ايهاب جلال؟ ايهاب جلال. جريد ولا كارتيرون؟ كارتيرون. الاحمر ولا الاصفر؟ الاصفر كده 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 كده. خلاص. خلاص شكرا. كده يبقى انتهت فقرة الاسئلة السريعة. حبيبي يا ابويا. محمد شرفتني ونورتني. انا اتبسطت جدا والله، انا كنت موجود معاك وكان لقاء لذيذ خفيف كده، اتمنى الناس ان شاء الله تتبسط بيه. ان شاء الله، وان شاء الله كده تقدم سيزون اللي جاي يبقى افضل وافضل ليك كده، انت تستاهل كل خير ونورتنا في يلا كورة وشكرا ليك. حبيبي ربنا يخليك يا ابويا، اتشرفت بوجودي معاك.